حضرتك احنا يعني بغض النظر اخواننا هيرشحوا مين، ولكن احنا جايين نشوف الدكتور عبد الله شحاته. ربنا يخليك. احترم هذه الشخصيه والقامة العلميه الكبيره جدا. ربنا والله. وعلى فكره بغض النظر عن حضرتك، على فكره انا كنت الوحيد اللي كنت بدعم الاخوان ايام ما كانوا مطاردين وما كنتش عارف ان ربنا هيفتح عليهم. انا قاعد قدام الكتاتي في عشاء، انا ببشر انا بقول له يا دكتور كتاتي بسم الله الرحمن الرحيم وكذاك نمن على الذين استضعفوا في الارض. ربنا يكرمك. انا بشكر حضرتك دكتور على انتماءاتنا، احنا بنحب حضرتك والله. ربنا يخليك. بغض النظر اخواننا هيرشحوا، بس احنا بنحب حضرتك برضه. ربنا يخليك. فحضرتك ده شرف على صدورنا والله. ما تخلهمش يرشحوا. نعتذر. مش عارف حضرتك التوفيق اللي بيقولوا عليه. ما تخلهمش يرشحوا لنا. انا بشكر حضرتك ان شاء الله. يعني الشرقاويه على فكره يعني عندهم العظمه برضه الفكريه، يعني على سبيل المثال عندنا العراق يليه في الوقت الحاضر الدكتور محمد مرسي بعبقريته. العظيم امان ده مثلا ده امان الله علينا بالدكتور احمد فهمي السياسه في الشرقيه. صحيح امان الله علينا بالدكتور احمد فهمي رئيس لمجلس الشورى. جميل. فان شاء الله انا اتوقع ان شاء الله ندخل في حوارات. خلينا نكمل الدايره بقى ان شاء الله. نقعد في حوارات مع اخواننا فعلا بنجد يعني انشراح صدر بحضرتك والله. الحمد لله. فربنا يبارك في حضرتك يا رب ويتقبل ويوسع والله. ربنا اللي بيفتح القلوب. اللهم امين يا رب. قبل البيوت. عاوز مش عايز حضرتك تزعل من شباب الأزهر. لا والله خالص. بغض النظر عن إخوان أو غير إخوان. لا 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 خالص. لا والله أبدا أبدا.